السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. تحدثت الفنانة الجميلة نادية الجندي عن بدايتها الفنية التي لم تكن سهلة عند دخولها عالم الفن بسبب التحديات التي واجهتها. صرحت نادية الجندي خلال لقائها مع الفنانة الجميلة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة أنها دخلت الفن عن طريق مسابقة ملكة جمال الربيع التي ضمت لجنة تحكيمها المخرجين عاطف سالم وكمال الشيخ والفنانة ماجدة الصباحي، وكانت جائزة المسابقة فرصة للحصول على دور في فيلم سينمائي. وأضافت نادية الجندي إن وزنها كان غير مناسب لمواصفات المسابقة، فاضطرت للخضوع إلى نظام غذائي بمساعدة والدتها والجري لمدة 4 ساعات يوميا حتى تمكنت من الحصول على الوزن الملائم بإرادتها وعزمتها. أشارت نادية الجندي إلى أنها فازت في المسابقة واختارتها لجنة التحكيم التي كانت ماجدة الصباحي عضوة فيها، وحصلت على أول أدوارها السينمائية وهو فيلم زوجة من الشارع بطولة كمال الشناوي، عماد حمدي، هدى سلطان، فردوس محمد، تأليف وإخراج حسن الإمام. يشار إلى أن نادية الجندي تنشغل في تصوير مسلسلها الجديد سكر زيادة المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2020، مع أجمل أمنيات للنجمة المحبوبة بالنجاح والتوفيق. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.